أخبار رأس الساعة من أونلايف. أسعد الله أوقاتكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا ضم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وشهد الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب والذي عقد في الأسكندرية الأسبوع الماضي، حيث شدد السيسي على تنفيذ مقررات المؤتمر وفي مقدمتها المشروعات المقترح تنفيذها في محافظات غرب الدلتا. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجاري اتخاذها لإنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة للدولة وإنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد والجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتدابير إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز. وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر. جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل اجتماع اللجنة العليا للحج لمتابعة آخر الاستعدادات النهائية لموسم هذا العام. وتناول الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية بما يضمن توفير كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وخاصة تلك الأمور المتعلقة بالتسكين والانتقالات وأداء المناسك والخدمات الصحية وغيرها. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن عدد الحجاج المصريين هذا العام بلغ 76,138 حاجا، مشيرة إلى انتهاء الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات لهم. بعثة الحجاج المصريين عدد الإجمالي ليها 76,138 حاج مصري، مقسمة على ثلاث جهات بترتب الحج وبتنظمه. كل الحجاج المصريين دلوقتي بيسجلوا على بوابة الحج الموحدة. أيضا انتهاء الإجراءات بتاعة استخراج التأشيرات، وإحنا بنبتدي الأسبوع ده نشتغل في موضوع التأشيرات. توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين من خلال التنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات الحكومية ومستشفيات القوات المسلحة. أيضا الانتهاء من إبرام كل التعاقدات الخاصة بتسكين الحجاج. أما وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين فقال إنه تمت زيادة أعداد الفريق الطبي لبعثة الحج هذا العام ليصل إلى 216 ما بين طبيب وصيدلي وطبيب أسنان. وأشار عماد الدين إلى أنه سيتم إتاحة جميع الأدوية بالعيادات التي سيتم افتتاحها خلال بعثة الحج لهذا العام. السنة دي تم زيادة الفريق الطبي. السنة اللي فاتت كان الفريق الطبي من 360 بيمثل 181 ما بين طبيب وصيدلي وطبيب أسنان. في هذا العام زودناهم، خلينا الفريق الطبي 216 ما بين طبيب وصيدلي وطبيب أسنان. إن شاء الله بإذن الله كل الأدوية سوف تكون متاحة في هذه العيادات. المرضى أو أي حد هيصاب بأي تعب أو أي مشكلة صحية ممكن أن يتردد على هذه العيادات. قال السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان في مداخلة هاتفية مع برنامج كل يوم المذاع على فضائية أون إي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر باستضافة 1000 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال موسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي تكريما للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر. سبب المكالمة أود أن أزف من خلالك أسرة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله قد أمر باستضافة 1000 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة لأداء فريضة الحج هذا العام. الله 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 الله، ده خبر جميل. الله يسلمك. وهذا هذه اللفتة الإنسانية ليست بغريبة عن الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وتأتي يعني تقديرا منه لما قدمه هؤلاء لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم. هذا وتبدأ اليوم شركة مصر للطيران في إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج للعام الجاري من خلال 3 مكاتب فقط تابعة للشركة. ومن المقرر أن يبدأ مكتب شبرا في إصدار تذاكر الحجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، ومكتب الشركة في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية بحي العباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بحي العجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات،
وذلك يوميا من الساعة 8:30 صباحا وحتى 8:30 من مساء كل يوم. تعلن اليوم وزارة التعليم العالي نتائج المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات خلال مؤتمر صحفي يعقد بالوزارة. وكانت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات انطلقت الثلاثاء الماضي بحد أدنى 79.2% للشعبة العلمية وحد أدنى 70.7% للشعبة الأدبية بإجمالي 153,227 طالبا وطالبة بالشعبتين. قال وزير البيئة خالد فهمي خلال مؤتمر صحفي حول التعامل مع المخلفات إن 15% من المخلفات فقط يتم إعادة تدويرها ويجري معظمها في إطار غير منظم. التدوير ما بيزيدش عن 15%، 13% منهم من القطاع غير منظم و2% من القطاع المنظم. عندنا فجوة تمويلية تقدر بحوالي قبل الديفالويشن بحوالي 1,200,000,000 جنيه عن الوضع لو كنا عملنا منظومة هدفها أساساً الجمع والنقل والتخلص الجزء الأكبر بالدفن سواء الدفن الصحي والجزء الأقل حوالي 30% للتدوير. فلو حسبنا التكلفة المطلوبة على كده هيبقى احنا بنتكلم على 1,200,000,000 فجوة، وبنتكلم على حوالي قبل برضو الديفاليويشن على تكلفة لمعالجة لجمع ونقل ومعالجة المخلفات تتراوح ما بين 200 ل 250 جنيه، هيزيد عليها حوالي 30% دلوقتي عشان من بين 30 ل 40%. وده اللي بيخلي ان العائلة المصرية المكونة من 5 أشخاص تستطيع او تنتج طن تقريبا في السنة، وبالتالي فإن تكلفة الإدارة المنظومة على العائلة الوحدة هيكون حوالي 25 جنيه. تعقد اليوم اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة اجتماعاً برئاسة وزيري خارجية البلدين في العاصمة السودانية الخرطوم، وتناقش اللجنة كافة الموضوعات الثنائية المطروحة بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة السابقة التي استضافتها القاهرة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني إبراهيم غندور قبيل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين. جددت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مطالبتها لقطر بتنفيذ المطالب 13، معلنة استعدادها للحوار مع الدوحة حال توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب. وشدد بيان وزراء خارجية الدول الأربع عقب اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة على أن جميع الإجراءات المتخذة ضد الإمارة هي من أعمال السيادة وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي. اختلف مكان الاجتماع ولم يختلف الاتفاق على مطالبة تنظيم الحمدين المسمى قطر تنفيذ المطالب 13. فمن العاصمة البحرينية المنامة جاءت رسائل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب واضحة في هذا الشأن، لكنها في الوقت ذاته أعلنت استعدادها للحوار حال توقف الدوحة عن دعم الإرهاب. أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطته أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب 13 العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن الحوار مع قطر سيعتمد بشكل أساسي على تنفيذ شروط الدول الأربع. من الطبيعي أن هذا التنفيذ يقتضي وضع آليات تستطيع أن يتم من خلالها تنفيذ هذه المطالب وهذه المبادئ، وهذه الآليات لابد أن تكون آليات كاملة وتؤدي إلى الغرض وتشارك في وضعها وفي مراقبة تنفيذها الدول الأربع. أما وزير الخارجية الإماراتي فقد حمل قطر مسؤولية أي أضرار يتعرض لها مواطنوها. الدولة القطرية تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة وبيسر
مثل ما ذكر البيان، ولكن على القيادة القطرية أن تختار النهج والمسير الذي تريد أن تتجه فيه لقطر ولشعب قطر في المستقبل. ومن جانبه رفض وزير الخارجية السعودية عادل الجبير محاولة تسييس موسم الحج محذرا الدوحة من الدور الإيراني في الأزمة. ما في دولة تعاملت مع إيران وجاءها خير من وراها، ونعتقد أنه الأخوان في قطر إذا كانوا يعتقدوا أنه هناك مصلحة لهم لتقارب بينهم بين إيران، فهم لا أعتقد أنهم يقيموا الأمور بالشكل المطلوب. اجتماع المنامة يأتي استكمالا لاجتماع القاهرة، وبعد الرد القطري المخيب لأمال هذه الدول والمجتمع الدولي، ما يشير إلى أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها. يرصد الكثيرون مزيدا من الافتراءات يحاول النظام الحاكم في قطر والمعروف بنظام الحمدين ترويجها لمواجهة الضغوط التي تمارسها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وآخرها محاولته تسييس الحج والزج به في أتون الصراع، رغم ترحيب السلطات السعودية باستقبال الحجاج القطريين. على خطى إيران تسير قطر، هذا ما بات واضحا بعدما روج نظام الحمدين لحملة تدويل المشاعر المقدسة التي تقوم بخدمتها المملكة العربية السعودية. اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق لم يكن أمرا جديدا على نظام الحمدين الذي اختار الاستمرار في نهجه المضاد للدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشتى الطرق، وآخرها إعلان وزارة أوقاف السلطات القطرية إغلاق التسجيل لموسم الحج عبر موقعها الإلكتروني الخاص، ثم إرسال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية خطابا إلى الأمم المتحدة تعبر فيه عما وصفته بالقلق إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية. التحرك القطري الأخير جاء بالرغم من إصدار وزارة الحج والعمرة السعودية العديد من البيانات التي رحبت فيها بقدوم الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر. كما اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مطالبة قطر بتدويل المشاعر بأنها بمثابة إعلان حرب. المملكة العربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة نعتبره هذا بمثابة عمل عدواني، ونعتبره بمثابة إعلان حرب على المملكة، والمملكة تحتفظ بحقها في الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال. الادعاءات القطرية كانت أيضا محل إدانة من وزراء خارجية الدول الأربع، وجاء في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع المنامة أن نظام الحمدين وضع نفسه في خانة العدو. هذا الكلام يتفق معي إخواني جميعا وأيضا الأخوة الآخرين أنه مرفوض وغير مقبول، وإذا رأى مسؤول قطري أو شخص قطري أن يقول هذا الكلام، هذا الكلام عادة لا يصدر إلا من الأعداء. هكذا يحاول من جديد نظام الحمدين المراوغة والالتفاف على مطالب وقف دعمه للإرهاب من خلال تحويل القضية برمتها إلى صراع ديني، محاولة بائسة لصرف النظر عن المطالب الأساسية بعدما أظهرت دول المقاطعة وجه نظام الحمدين القبيح الذي أسال الدماء من المحيط إلى الخليج. وقد خصصت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ممرات طوارئ جوية تستخدمها الشركات القطرية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في مصر والإمارات والبحرين، وذلك كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية. يأتي هذا الإجراء التزاما بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وكما جرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو. وتم تحديد 9 ممرات، منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم مصر بإدارته ويبدأ 1 أغسطس. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه النشرة. أهلا بحضراتكم من جديد. في لقاء خاص مع برنامج أسواق وأعمال الذي يبث عبر أون لايف، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان جوي أن مصر حريصة على تحديث كافة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، كما أشاد المسؤول الدولي بالرؤية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية، فضلا عن التعاون الوثيق والبناء بين مصر ومنظمة العفو الدولي منظمة العمل الدولية.
مصر أحد الدول التي تعمل بقوة من خلال التعاون مع كذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، ولمصر العديد من التشريعات الجيدة التي تفعلها، ومصر في الوقت الحالي حريصة جدا على عمل تحديث على مما يتعلق بكافة التشريعات قوانين العمل، وهذه الدولة تسعى إلى رؤية مستقبلية جيدة وأنها على استعداد للعمل مستقبلا. هذا موضوع هام نعمل مع الحكومة المصرية من خلاله، كيف يمكننا أن نقدم خبرات ونصائح للجانب المصري في هذا الشأن. وردا على سؤال حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه منظمة العمل الدولية لمصر في مجال التعليم، قال فان جوي إن المنظمة لديها العديد من الفرص لتقديمها لمصر في هذا الشأن، كما أشاد المسؤول الدولي باهتمام الحكومة المصرية بالتعليم الفني. يجب أن تكون هناك حوار من خلاله نقدم الدعم والمساعدة والنصيحة في هذا الشأن. هناك الكثير أن تستطيع منظمة العمل الدولية تقديم هذا الدعم من خلال التعليم المهني. أشير هنا إلى أهمية التعليم الفني أو المهني، وهناك العديد من الدول ومنها مصر تهتم بهذا النوع من التعليم من أجل خلق اتساق ما بين الوظيفة وبين إمكانيات هذه الدراسة التي حصل عليها هؤلاء الشباب لتولي هذه الوظيفة. انطلقت أعمال الجلسة المخصصة لمجلس حكماء المسلمين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمناقشة سبل وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك. وبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها قوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد، فضلا عن الاعتداءات الوحشية عليهم وعلى حرمة القدس الشريف. تبادلت ميليشيا حزب الله اللبناني وهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا جثامين قتل الاشتباكات التي جرت في منطقة جرود عرسال الحدودية بين سوريا ولبنان. وقد وصلت عشرات الحافلات إلى بلدة فليطة بالقلمون الغربي السوري على الحدود مع لبنان استعدادا لنقل آلاف المسلحين ضمن المرحلة الثانية من اتفاق عرسال، حيث سيتم نقل مسلحي جبهة النصرة وسرايا أهل الشام مع عائلاتهم ومن يرغب من النازحين السوريين. ومن المرجح أن يتوجه مسلح النصرة وعائلاتهم باتجاه محافظة إدلب، أما مسلح سرايا أهل الشام فيتجهون إلى مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي. طالبت الحكومة السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بحل التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. جاءت المطالبة في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، جددت فيهما اتهام النظام السوري لقوات التحالف الدولي باستهداف المدنيين خلال عملياته العسكرية. كما طالبت الخارجية مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف استهداف التحالف الدولي للشعب السوري على حد وصف المطالبة، وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب. ابتكر مجموعة من الباحثين في الجامعة اليابانية روبوت متسلق يقوم بفحص الخزانات العملاقة في شركات البتروكيماويات، وذلك لتجنيب الإنسان مخاطر التعرض للمواد السامة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. قام مجموعة من الباحثين بالجامعة اليابانية المصرية بابتكار وتطوير روبوت متسلق للجدران، ويعتمد الروبوت في حركته على نظام دفع جديد يجمع ما بين عزم العجلات المطاطية وقوة دفع المراوح لتثبيت الروبوت على الحوائط. عملنا طريقة جديدة ان احنا جبنا المراوح اللي بتاعت الطيران شقلبناها عكسناها بحيث تضغط على السطح بدل ما تطير، فلما تضغط تزود قوة الاحتكاك، بالإضافة للعجل نفسه بتاع الروبوت حطينا فيه مواتير بحيث تعرف تتسلق وتقف في مكانها. ويهدف العلماء من تصنيع الروبوت لفحص الخزانات الكبيرة في شركات البتروكيماويات وتجنيب الإنسان مخاطر التعرض للمركبات الكيميائية، حيث يقوم الروبوت بفحص خطوط اللحامات، كما يقوم الروبوت بقياس سمك جدار الخزان والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي كسر بالخزان. نتحكم في الروبوت عن طريق نتحكم في سرعة المواتير، بنتحكم في سرعه المواتير وبنتحكم في حركه العجل المفروض ان احنا بنستخدمها بحيث ان احنا ندي عزم للمواتير دي، فالمواتير تقدر انها تحافظ على مكان الروبوت بحيث ان هو يثبت في اي مكان على الحيطه حتى لو وضع افقي او وضع راسي او ايا كان الوضع. كما يمكن للروبوت تخطي العوائق وتسلق كل الحوائط الناعمه او الخشنه ايا كانت زوايا ميلها،
ولقد تم تصنيع الروبوت في مصر بالكامل، وصلت تكلفته إلى 25,000 جنيه، وهو ما يمثل أقل من ربع سعر النماذج الشبيهة للروبوت المصنعة بالخارج. ختام النشرة، هذا تذكير بعناوينها. السيسي يبحث خطوات إنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة والهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد. الحكومة تستعد لموسم الحج، والمملكة تستضيف 1000 من أسر شهداء الجيش والشرطة لأداء الفريضة. التعليم العالي تعلن اليوم نتائج المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات. كان حضراتكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني. مزيد من الأخبار عند رأس الساعة المقبلة، جولة رياضية بعد دقائق من الآن بإذن الله.